بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي قناة طبية، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أوميجا بريست. أوميجا بريست هي أقراص تستخدم لعلاج التبول اللا إرادي. أوميجا بريس هي أقراص للتبول الإرادي، تتوفر بتركيز 1/10 ملي جرام و2/10 ملي جرام. هو من بين الأدوية التي يتم استخدامها في حالات التبول الإرادي. لا تقتصر فوائد العلاج على الأطفال فقط، بل من الممكن استخدامه للكبار الذين لديهم نفس الحالة، ولكن تحت إشراف متخصصين، والدواء يحتوي على المادة الفعالة ديسموبريسين الذي تعتبر البديل الطبيعي لهرمون الفازوبريسين، والذي يفرز بشكل طبيعي في الجسم. وسوف نتكلم ان شاء الله باستفاضة عن أوميجا بريست. ايه هي دواعي استعمال أوميجا بريست؟ في الحالات التي تعاني من السكر المركزي الكاذب، ايضا من الممكن استخدامه في حالات التي لديها مشكلة في التبول نتيجة تناول كميات كبيرة من الماء بعد اجراء العمليات الجراحية. ايضا يعتبر من بين الادوية الفعالة في معالجة سلس البول، او من لديه مشكلة في عدم التحكم في المثانة، عدم التحكم في التبول. ايضا خلال فترة الحمل من اجل السيطرة على حالة كثرة التبول لدى السيدات التي تعاني منها الحوامل. ايضا بالنسبة للجرعة، نتكلم عن الجرعة المناسبة. من الافضل ان يتم التعرف على الجرعة من قبل الطبيب بهدف الحصول على الجرعة المناسبة بناء على الحالة الصحية للمريض وبناء على عمر المريض. في حال نسيان الجرعة لابد من تناولها على الفور. ان كان موعد الجرعة التالية قد اقترب، لابد من عدم تناول الا جرعة واحدة. الاعراض الجانبية ايه هي نتيجة تناول اقراص أوميجا بريست؟ من الوارد ان تطرأ على جسم المريض اعراض جانبية نتيجة تناول أوميجا بريست. من اشهر هذه الاعراض شعور بالخدر في الساق والقدم على حد سواء. من الممكن ان يعاني المريض ايضا من الم في منطقة الصدر. ايضا شعور بضيق في التنفس بشكل مستمر. تتطلب الإقلاع عن تناول الدواء على الفور. في بعض الحالات من الممكن أن يعاني المريض من الإغماء، وأيضا السعال مصحوب بدم في بعض الحالات. كل هذه الحالات حالات نادرة. ومن بين الأعراض التي يمكن أن تحدث ثقل في اللسان، وانخفاض في مستويات الصوديوم في الدم، ودوخة وصداع. وما هي الاحتياطات وموانع استعمال؟ لا ينصح باستعمال الدواء من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحية التالية. أول حاجة، يمنع استعماله للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المواد الفعالة الموجودة في هذا الدواء. أيضا ممنوع أيضا من يعاني من انخفاض في مستوى الصوديوم. أيضا يعتبر من الأدوية الممنوعة على من لديه مشكلة في الكلى. أيضا العطش الشديد بدون مبرر أيضا من بين المشاكل التي تمنع استخدام الدواء. أيضا مرضى ضغط الدم المرتفع عليهم عدم استخدام الدواء. أيضا المرضى الذين لديهم مشاكل في القلب مثل فشل القلب ممنوع عليهم استخدام الدواء. أيضا لا ينصح باستخدام الدواء مع أدوية مدرات البول، لأن مدرات البول بتخلي ان الانسان يتبول اكتر. طبعا دوت عشان يخلي الانسان ما يتبولش، يبقى دي دوايين مضادين لبعض. لا ينصح ايضا باستعماله مع الادوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة او مدرات البول بشكل عام لتجنب مخاطر الدواء. ايضا خلال فترة الحمل وخلال فترة الرضاعة الطبيعية ينصح بعدم استخدام الدواء بدون وصفة للطبيب، لعدم التعرف على أعراض الدواء أو أضرار الدواء على الجنين أو على الطفل الرضيع. بالنسبة للسعر، سعر أوميجا بريست
تركيز 2/10 هو 192 جنيه مصري. اما سعر شريط اوميجا بريس برشام تركيز 2/10 هو 64 جنيه مصري. سعر اوميجا بريس تركيز 1/10 157.5 جنيه مصري. سعر الشريط 52.5 جنيه مصري. ايه هي بدائل اوميجا بريس؟ يوجد بدائل مثل سوفيناسين واي جي بريس وفيزي كير وميني رين ويوري بان وميني رين ميلت وبيتيميكا. طبعا لو كملنا كلامنا عن اوميجا بريس، فاوميجا بريس هو دواء يستخدم لعلاج التبول لدى اللا إرادي لدى الاطفال والكبار ايضا. ويصف الاطباء اقراص اوميجا بريس لعلاج التبول اللا إرادي وسلس البول عند الاطفال لانها تحتوي على ماده تيسمو بريسين، وهي تعد البديل الطبيعي لهرمون فازوبريسين الذي يفرز في الجسم وتساعد على علاج التبول الإرادي وزيادة التحكم في عضلات المثانة. الدواء يستخدم لعلاج التبول الإرادي ومرض السكر الكاذب وسلس البول والتبول كسرة التبول، وخاصة في فترة الحمل لدى السيدات. بالنسبة لموانع استعماله، من لديهم حساسية تجاه المواد الفعالة الموجودة في الدواء وفترة الحمل والرضاعة، وأم مرضى الكبد، مرضى الكلى، مرضى ضغط الدم، مرضى القلب، والاستخدام مع مدرات البول ممنوع. طيب لو كملنا كلام عن أوميجا بريس، فإن أوميجا بريس هو طبعا يصفه الأطباء لعلاج التبول الإرادي. فالتبول الإرادي هو مشكلة كبيرة تواجه الأطفال وقد تصيب الكبار أيضا، لكن أوميجا بريس هو له فائدة فأنه يعالج هذه المشكلة. وتعد ديسمو بريسين أسيتات، وهي المادة الفعالة الموجودة في أوميجا بريس، بديل هرمون فازوبريسين الذي ينتج طبيعيا من الجسم، تتحكم في كمية البول الذي ينتجها الجسم من خلال الكلى. ويوجد مادة بالبول تسمى فازوبريسين، وفي الأشخاص الذين يعانون من داء السكر المائي أو السكر الكاذب أو أنواع معينة من إصابات الرأس أو جراحة الدماغ، لا يقدم الجسم ما يكفي من الفازوبريسين. وتعد ديسمو بريسين هي المادة الفعالة لدواء أوميجا بريس، شكل من أشكال الفازوبريسين من صنع الإنسان، ويستخدم لحل محل مستوى منخفض من الفازوبريسين. يعني اللي ما عندهمش كمية كفاية من الفازوبريسين، فالديسمو بريسين اللي هي موجودة في أوميجا بريس بديل ليه. لذا يساعد هذا الدواء على السيطرة على العطش المتزايد والتبول المفرط بسبب هذه الظروف، ويساعد على منع الجفاف. وتستخدم ديسمو بريسين ايضا للسيطرة على التبول في النوم ليلا عند الاطفال، ويقلل عدد مرات تبول الطفل وعدد نوبات التبول في الفراش. دواء استعمال اوميجا بريس، لا يستعمل اوميجا بريس للتبول الإرادي فقط، بل يستخدم لعلاج بعض امراض اخرى مثل السكر المركزي الكاذب وزيادة العطش والتبول الناجم عن جراحات واصابات الرأس وعدم التحكم بالمثانة، وايضا لعلاج السلس البولي. بالنسبة للأطفال، لا يفضل تناوله للأطفال أقل من 6 سنين، كما يجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. بالنسبة للحمل، لا يجب تناول أوميجا بريس دون الإشراف الطبيب خلال مرحلة الحمل، لأنه يحدد مدى احتياج الحالة للدواء ويحدد الجرعة المناسبة. بالنسبة للرضاعة، ينتقل الدواء عبر حليب ثدي الأم، يجب استشارة الطبيب قبل تناوله أثناء الرضاعة الطبيعية. بالنسبة لأوميجا بريس، فالجرعة زي ما قلنا يجب تحديدها من قبل الطبيب وفقا لعمر المريض والحالة، وفي حال نسيت الجرعة يجب تناولها عند التذكر، وإذا اقترب موعد الجرعة الثانية جرعة واحدة. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم من الفيديو، وأرجو من حضراتكم
دعم القناة بضغط لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديو جديد، وعمل شير للفيديو على حسابك على فيسبوك. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.